شهدت مدينة العاشر من رمضان تسيير القافلة الدعوية المشتركة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. وزارت القافلة 10 مساجد بالمدينة، حيث التقت مختلف الفئات العمرية بهدف التوعية بصحيح الدين وحمايتهم من الأفكار المغلوطة والمتطرفة. حرصا لما تقوم به القوافل الدعوية من دور حضاري هام في خدمة الدين والوطن، جاءت القافلة الدعوية 9 المشتركة بين علماء الأزهر الشريف والأوقاف بمدينة العاشر من رمضان لتؤكد مدى قوة التلاحم بين المؤسسات الدينية في مواجهة أصحاب الدعوات الهدامة والتبصير بصحيح الدين. هذا التعاون المثمر هو خير رسالة نرد بها على المرجفين الذين يقفون حجر عثرة في الدعوة إلى الله عز وجل. القافلة تأتي في إطار دورها الدعوي الذي تتبناه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الأزهر الشريف، والتناسق والتناغم الذي شاهدته مع السادة الوعاظ وقيادات الجامعة الأزهر الشريف من عمداء كلية الشريعة ورئيس قسم الفقه وغيرهم، وهذا يحقق اللحمة بين مؤسسات الدينية للوطن. في هذه الأمواج المتلاطمة من الأفكار والتوجهات السياسية والمشارب الدينية المختلفة، أن يكون هناك خطابا دعويا مستنيرا محدثا. مواطنو مدينة العاشر من رمضان أكدوا مدى أهمية وجود مثل تلك القوافل الدعوية خلال الفترة الحالية للتأكيد على بيان صحيح الدين والعودة لدور المسجد في بناء العقول، خاصة من الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر في المجتمع. القافلة الدعوية كويس ان هم جم تشرفونا هنا في العاشر من رمضان، ودي حاجة كويسة لينا وحاجة بتشهدنا للخير. في المدن الجديدة اللي احنا محتاجين نعرف اولادنا كتير عن امور الدين وازاي اهتموا بدينهم، ازاي يتعلموا صح، ازاي ياخدوا من اهل العلم. استفدت النهاردة من القافلة اللي هي جت النهاردة في صلاة الجمعة، فعلموني اصول الدين وعلموني ازاي يعني احب الدين. طبعا هو وجودهم مهم في المجتمع بصفة عامة، وخاصة المجتمعات اللي هي فيها أفكار يعني بعيدة كل البعد عن المضمون الديني ومحتاجة تصحيح مفاهيم كتيرة. حماية الوطن مسؤولية جميع أبنائه، كل في موقعه، وشرف رفيع وأجر عظيم لعلماء الدين من خلال تقديم البرامج والأنشطة المميزة والجولات التوعوية للفئات العمرية المختلفة في أماكن تجمعاتهم. من أجل جيل يكون أفراده لبنات مميزة لمصر، تتواصل مسيرة العطاء بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من خلال القوافل الدعوية المشتركة التي تجوب مدن ومحافظات الجمهورية كافة. قوافل دعوية تأتي بين الأزهر والأوقاف قياما من الأمانة الملقاة على عاتقهم تجاه فئات المجتمع كافة لنشر الفكر الوسطي المستنير. من مدينة العاشر من رمضان، وليد هيكل، التلفزيون المصري.